لا تنسى هويتك، لك لا تنسى مين انت، لك واقف امام مرآة ذاتك بس كل يوم 5 دقائق 10 دقائق لكي تعلم انك عبد مملوك من نواصيك، من فرقك الى خدم لمولاك وخالقك. ان قلت نعم او قلت لا فانت عبده، لن تستطيع خروجا عن سلطانه، ولن تستطيع شرودا عن قبضته ابدا بشكل من الاشكال. يا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون الا بسلطان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا ناس، يا من تتصورون انكم قادرون على ان تشردوا عن سلطان الله، يا من تتصورون انكم قادرون على ان تبنوا دولتكم بعيدة عن سلطان الله عز وجل، علماني الحاد حداثي الى اخر هذا الكلام، يا من تتصورون، تفضلوا تفضلوا اخرجوا لكم عن مملكة الله اذا بتستطيعوا، تفضلوا. الى اين، الى اين المفر يا ابن ادم يا ايها المخلوق؟ ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. تريد أن تعيش بعيدا عن دولة الله، وتريد أن تبني لنفسك دولة غير خاضعة لمظلة ربوبية الله عز وجل؟ أنى لك هذا، أنى لك هذا. هذا معنى قوله تعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني العالم تاني تروحوا تصيروا لاجئين سياسيين هنيك وتحتجوا من هنيك على رب العالم، يلا تفضلوا، وين هذا العالم اللي بدكم تروحوا له؟ كل الكون لمن؟ لله. لم تستطيع أن تخرج من قبضة الله عز وجل.